يسأل عن الحجامة للصائم. حجامة للصائم فيها خلاف بين العلماء، واختلفت فيها الأحاديث، ولكن الراجح الذي عليه الإمام أحمد وجماعة من المحدثين أنها تفطر الصائم، لأنها سحب دم باختياره، فيه قوته وفيه غذاؤه، سحبه فيفطر بذلك، هذا هو الصحيح الراجح. أما إذا أردت أنك تأخذ بالقول الثاني هذا على مسؤوليتك أنت، وهذه ذمك بهواك. نعم.